هذا الفيديو موجه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى كل الشعب المغربي، من طبيبة اشتغلت في المناطق اللي صابها الزلزال، طبيبة كتعرف مزيان هاد الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. هاد الناس من أطيب خلق الله ومن أفقر الناس في العالم. هاد الناس ملي التحقت بالخدمة ديالي صدمت، كان كيحسب لي راسي غير أنا ماشي في المغرب، أنا في القرون الوسطى. هاد الناس ما عندهم والو، ما عندهم لا فلاحة لا والو، كيعيشوا غير من داكشي اللي كيصيفطوا ليهم ولادهم، خادمات البيوت والدراري مساكن اللي كيشتغلوا في الحوانت وكيصيفطوا ليهم باش ياكلوا، العيالات والوليدات اللي كيبقاو في الدوار كيتسناو، اللي كيجي الراجل مرة في العام. هاد الناس ملي كانوا كيجيو عندي كانت 80% حتى 90% ديال لو موتيف دو لا كونسلطاسيون هي السخفة، بسوء التغذية، وغالبية الأطفال والعيالات الحاملين كان عندهم فقر الدم. هاد الناس الغالبية ديالهم كياكلوا غير الخبز والزيت وآتاي. هاد الناس كيقطعوا مسافات طويلة على أي على رجليهم، على أي حاجة بغاوها، بغاو الوراق، بغاو مرات ولاد، بغاو يتقداو، ما عندهمش ترونسبور، أي حاجة بغاو خصهم ينزلو من الجبال على رجليهم. وتخيلوا إلا كان التلج، هاد الناس ما عندهم حتى ما يلبسو في رجليهم، ما عندهمش الحوايج. السبيطارات متفرقين، غالبا ما كاين خصاص في الطبيب وفي الممرضين. المدارس غرف متفرقه وغالبا ما كاينش المعلم. باختصار هاد الناس هادو حيين ميتين، عايشين معذبين. مسيطرين عليهم السلطات، مسيطر عليهم رئيس الجماعة والأعضاء، داير اليوم الرعب. أي فلوس كتصيفط من الرباط فين كتمشي الله أعلم. أنا كنترجاك سيدنا تخلي المغرب كله وتلتفت وتهتم بهاد المناطق ديال الحوز، شيشاوة، إيمين تانوت، تارودانت، كاع المناطق الجبلية، خاص كاع اللي في الجبال يتجمعوا في حواضر تليق بالأمازيغيين، تليق بالمغاربة، وتبنى لهم مستشفيات ومدارس تكون ذات جودة عالية وعالمية، باش حتى لأي مساعدة تبان عليهم، أي حاجة درناها تبان. غير كنكبو دابا الما في الرملة، بني سبيطار هنا الملاير كتخسر، فين كتبان راه ما كيبان حتى حاجة. مادام القرى متفرقة عمر ما غيبان عليهم شي حاجة. خاص الناس يتجمعوا ويهبطوا من الجبال والدولة تهتم بهم. شكراً.